وحتى بالنسبه للدول العربيه اصبحت العقليه الربويه التي طغت بشكل كبير جدا. الانسان عندما يودع ماله هو ينتظر ويسالك كم ستكون نسبه الربح، فربما قد تفاجئه عندما تقول له بان العقد الشرعي يقتضي انه ان كانت ثمه خساره فانك تتحمل خساره المال والعامل يتحمل خساره جهده وخبرته. هو هذا المنطق لا يمكن ان يقتنع به لانه اصبح هاجس الضمان هو الهاجس الاكبر بالنسبه لديه. المصارف الاسلاميه اذا لا تريد ان تدخل في المغامره بهذا الشكل، مشات للصيغه المرابحه، لان في المرابحه كيكون مساله ديال البيع، كيحصل البنك الاسلامي مثلا على مقابل مع اقساط من في الربح، وهو ما يخفف من مشكله المخاطر. ثم هناك مساله اخرى مثلا خدينا بيع الاجاره، هناك تكون المخاطر اقل بكثير جدا، لان في اطار الايجار المنتهي بالتمليك ملكيه العين المؤجره لا تنتقل الى الطرف الاخر الا بعد ان يفي باخر دفعه، بمعنى ان هناك ضمان اكيد جدا، مخاطر شبه منعدمه في هذه المساله. هناك وبالتالي كنرجع للمساله ديال هل هناك تناقض، في نظري التناقض مرده هو غياب القيم الايمانيه والاخلاقيه على مستوى الواقع العام، بمعنى ملي كنجيبوا المنظومه الاسلاميه وكنبغيو نطبقوها كنطبقوها بشروطها، ملي كنبغيو ننزلوا على الواقع العملي كنلقوا بان الشرط الاساسي لضمان وتحقيق يعني الكفاءه على مستوى اليه الاستثمار لابد ان يكون المضارب او الشريك او الوكيل باستثمار امينا، عندما نفتقد تلك الصيغه بمعنى افتقدنا معيار اساسي بالنسبه للمساله ديال التمويل التشاركي. لذلك فانا نعود الى مساله مهمه جدا هي مركزية القيم الإيمانية والأخلاقية على مستوى المنظومة الاقتصادية الإسلامية. إذا فقدت تلك المسألة حنا أصبحنا نتحدث عن مسألة ديال الحماية عوض الضمان. الحماية هو أمر مشروع بطبيعة الحال، لأن الحماية ترتبط بمحاولة تقليل نسبة المخاطر، مع العلم أن المخاطر كما تعلمون هي مسألة ضرورية في العملية الاستثمارية، وهي التي تبرر مسألة المشروعية انطلاقا من حديث أن النبي صلى عن ربح ما لم يضمن. وشكرا. شكرا. أذكر الإخوة ببرنامج الغد إن شاء الله ستكون محاضرة الدكتور عبد الباري مشعل من بريطانيا، يتليها ثلاث جلسات، الجلسة الرابعة ستخصص للمالية الإسلامية والتنمية، الجلسة الخامسة ستخصص للمالية الإسلامية والأزمات الاقتصادية، فيما يخص الجلسة السادسة ستخصص للمالية الإسلامية والمغرب. دونك شكرا للإخوة المشاركين، شكرا للحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.